منذ حوالي شهر بعد صلاة الفجر، أنا كنت واقف على البلكونة، فتفاجأت إنه أجت سيارة سوزوكي ونزلوا منها اثنين ملثمين خلف بنايتي وسحبوا كيس من السيارة، كيس كبير، وضعوه خلف البناية، وقفوا هناك 5 دقائق، بعدها راحوا ذهب. فنحن شكينا بالموضوع، فنزلت أنا والجيران عشان نشوف إيش صار، خصوصا هاي المنطقة ما صار فيها حوادث من قبل ولا في حركة بهذا المكان. فإذا تفاجأ إنه هذه كيس موجودة بعبوة ناسفة موجهة باتجاه الشارع. فنحن خبرنا الشرطة الحرة وأجوا مع خبراء المتفجرات وسحبوا العبوة الناسفة وفككوها وبلغونا إذا صير في حركة مريبة بالحارة أو حدا يزرع شيء تواصل معهم فورا. الوالد كان طالع من الضيعة، كان طالع من الضيعة، تعرضوا لمجموعة ملثمين عند مرآة بالحواش وخطفوا وطلبوا مبلغ ما يقارب 500,000، وكان بيجيبوا شيء 100,000 أخذوها منه، وأخذوا السيارة، سرقوا السيارة، وظل 3 أيام نحن فاقدينه، وأثر الموضوع على الاعتقال، اعتقلوه كان الجو شتي، كانوا حاطينه بقبو، وأثر الموضوع على صحته، هلق أبوي مقعد مشلول، صفى عاجز من بسبب هالاعتقال هذا، لأنه تعرض لتعذيب 3 أيام، وهنن عندهم عم يعذبوا فيه ويبتزونا مشان يدفع لهم المصاري. أبوي اليوم عاجز مشلول لا يستطيع الحركة بسبب هالاعتقال هذا، لأنه تعرض لظروف صعبة كتير. من فترة كان في عندي مهمة تصويرية براجو مشان نصور يعني المدنيين كيف عم يقطفوا الزيتون تبعهم، هيك يعني تقريع عن الحياة المدنية. فكنت طالع من عفرين اتجاه راجو، ووقفني حاجز للملثمين ما بين راجو وعفرين، وحاولوا يشلحوني المعدات، يشلحون السيارة الخاصة فيني، مع اني ورجيتهم المهمة اللي موجودة من الشرطة العسكرية او من اتحاد الاعلاميين او من غيره، الا انه قالوا ما بنعترف عليها، كبة وشراب ميت ومن الحكي هذا وقع. المهم فقدرا مرت سيارة عسكرية ما بعرف لاي فصيل، وصرت صرخ وصيح، واجوا هني كمان وتعلقوا هني اثنين مع بعضهم، وانا هون ركبت سيارتي ومشيت وعفتهم بحالهم، ورجعت على مدينة عفرين، ومنها رجعت على منطقة الباب وبطلت صور حتى بعفرين. اللي انعكس سلبا عنا على واقع الثورة السورية من بعض المجموعات التي ارتدت الليثان، اعطت شرعية لبعض المجرمين، يعني ارتداء هذه المجموعات لليثان اعطى شرعية لبعض المجموعات المارقة، للمجموعات التخريبية، المجموعات الإجرام الذي بما تسمى بين قوسين تسمى خفافيش الظلام. هذه المجموعات ترتدي اللثام وتقوم بعملياتها الغادرة وتقضي على أهدافها، وهذه الأهداف التي يعني خسرناها في الثورة السورية، أغلبها من رموز الثورة، أغلبها من قيادات الثورة، إذن عمليات الاغتيال أغلبها يعني تنفذ من قبل هؤلاء الملثمين. كل من ارتدى لثام فهو يقف وراء مشروع مدمر ومخرب للثورة ومبادئها التي خرجت منها. طبعا هناك حل وحيد لمحاربة ظاهرة اللثام هي بتكاتف المدنيين في مناطقهم وإنشاء أجهزة أمنية خاصة بكل منطقة ولجان أمنية تحرص على سلامة تلك المنطقة. لم تحارب أي من الخسائر المجموعات التي ترتدي اللثام بسبب ضعف أجهزتها الأمنية وقلة خبرتها على الساحة وضبط الأمن بالنسبة للمدنيين الملثمين. إن هاجموا فهم لم يهاجموا مثلا
مقرات بحسابها أو يعتدوا على فصائد، إنما اعتدوا على مدنيين، على تجار، على حرفيين، على أصحاب رؤوس أموال في المناطق المحررة. الفصائل لم يأتيها الشر من الملثمين بالحد المطلق، إنما على مستوى خفيف. فالفصائل كانت قائدة كل القيادة، وجهازها الأمني لم يعمل على مساعدة المدنيين في التخلص من الملثمين.